اليوم في الدوسي باش نرجعوا على موضوع يمكن فما الناس ولا توانسة تعاطوا فيه وحكيوا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد بعض ردود الأفعال خلينا نقوله في علاقة بالحدث هذا. الحدث اللي باش نحكيوا عليه هو كان صار في المنستير، كان صار في ولاية المنستير، التاريخ متاعه كان بتاريخ 20 أوت من الساعتين متاع العشية حتى من الساعتين خلينا نقوله حتى للسبعة متاع العشية. هي دورة تكوينية، دورة تكوينية موجهة أساسا للآباء، موجهة لكل أم ولكل بو اللي عنده مشكلة مع صغيره اللي ما يحفظش. إلى حد الآن ظهر لي كل شيء، ظهر لي حدث نجمو نشكرو، نجمو نشجعو عليه. الحدث هذية والدورة التكوينية هذية موجهة للآباء، الأمهات، المعلمين والمعلمات اللي نظمها مركز العلم والعمل. مركز العلم والعمل استدعى فيه أكيد مكون كما الناس اللي تشوفينا توا على الديجيتال يلقاو لافيش خلينا نقوله متاع الحدث متاع الدورة التكوينية، موجود فيها ولاية المنستير في الجمهورية التونسية، موجود فيها التفاصيل الكل، وموجود فيها أكيد الدكتور المحاضر. بطبيعة كي باش نحكيه على الأطفال نحكيه على ونحكيه على أنه صغير ما يحفظش، ده اللي مشكلة نجم تهم أي بو ولا أم. إلى حد الآن علميا الموضوع مهم. الدكتور المحاضر اللي تم استدعائه اسمه شريف طه يونس. شريف طه يونس هو دكتور حسب ما يقدم نفسه ويقدمه، وهو مصري الجنسية. السؤال مبدئيا، هل تونس ما فيها حتى دكتور ينجم يقترح علينا حلول باش نعلمه صغيرنا يحفظ؟ سؤال نطرحه بكل براءة. شريف طه يونس الدكتور المحاضر في العملية هذه هو مصري الجنسية كما كنت نقول، ولكن هو سياسي زادة، وهو داعية سلفي ينتمي إلى حزب مصري اسمه حزب النور، حزب ذي مرجعية دينية. الحزب هذايا هو حزب سلفي، ما خلينا نوضحه حاجة للتوانسة باش ما نطيحوش في فخ متاع التطرف مباشرة، وأنه من أتباع وإلا من خلينا من نسحب كلمة أتباع، من مناصري الأحزاب الدينية وحزب وأحزاب أحزاب الإسلاميين اللي موجودة في مصر واللي هما ضحايا خلينا نقول اللي صاير في مصر، وحاول ضحايا اللي يمكن صاروا في رابعة وغيره إلى آخره وقت اللي صار تغيير النظام والمشير السيسي خذا الحكم إلى آخره. إلا أنه يلزم يعرفوا أنه حزب النور هذا هو حزب مناصر لرئيس رئيس مصر الآن لعبد الفتاح السيسي، يعني هو ما هوش من حزب الأحزاب الإسلامية المعارضة للنظام في مصر إلى حد الآن، بالعكس هو حزب سلفي صحيح ذي مرجعية دينية صحيح، لكنه يعتمد على ركيزة خلينا نقوله أنه لا يمكن الخروج عن أولى الأمر حسب ما يقولوها المنتمين للحزب هذا، لكنه يقعد أكيد حزب ذي مرجعية دينية. بلاد كان صرح رئيسها الرئيس قيس سعيد أنه ما عادش باش نحكيه دين في السياسة، وما عادش باش نخليه سياسيين يستغلوا الدين، نستدعيه داعية وسياسي ذي مرجعية دينية. لشكون؟ باش يعلمنا كيفاش نربيه صغارنا وكيفاش نكبروا صغارنا. الحقيقة بعد الدورة التكوينية هذه كان فما برشا ردود أفعال من برشا توينسا، من بينهم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اللي كان أصدر بيان يندد فيه باستدعاء العضو والقيادي في حزب النور السلفي المصري شريف طه يونس اللي ألقى محاضرة كما قلنا. الحقيقة المحاضرة هذه كانت بناء على استدعاء وإلا دعوة من جمعيات موجودة في تونس، وكان فما عرض لبعض الكتب اللي الله أعلم المحتوى متاعها هي محتوى ديني،
الكتب الدينية موجودة ومن حق أي شخص أنه يقرأها يطلع عليها ويكتشف حتى ديانات أخرى غير الإسلام مهما كانت الديانة. لكن هل أنه الكتب هذه تم الاطلاع على محتواها وإلا لا قبل ما مدوها للأولياء باش يستعملوها ممكن في تربية صغارهم؟ في البيان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة كان ذكر أنه الحدث صار في قصر العلوم بالمنستير. قصر العلوم نجيبوا فيه داعية ذي مرجعية دينية، فما اللي معه وفما اللي ضد. قصر العلوم هو مرفق عمومي يتبع إلى وزارة التعليم العالي، ويعني الجمعيات اللي نظمت الحدث هذه كانت استصدرت رخصة باش يستغلوا المكان. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة كان يتسائل إذا كانت السلطات الإدارية والأمنية ووزارة التعليم العالي كانت على علم بمحتوى الدورة التكوينية وإلا لا، وكانت طالبت مباشرة رئيس الجمهورية بوضع حد لنشاطات الجمعيات ذات المرجعية الدينية وتقول الجمعيات الإرهابية. اليوم برشا ناس برشا توانسة كانوا تفاعلوا مع الموضوع، من بينهم حتى زميلنا في إذاعة EFM أنس بن مالك قال أنه الحزب الذي ينتمي إليه الداعية شريف طه يونس اللي جاء للمستير كان اقترح مشروع قانون في مجلس النواب المصري، وكان قال أنه المشروع هذايا تعرفوش على شنو بالضبط. أو المشروع اقترحوه لكيب ما يجيش لبالكم على شنو؟ تعدد الزوجات؟ لا، حسب رواية أنس بن مالك هو مشروع يتحدث عن نكاح المرأة الميتة. هذا المشروع اللي تقدم به الحزب حسب رواية أنس بن مالك. إذا يصح تصح الرواية هذه، ظهر يلزمنا نراجعوا ويلزمنا نردوا بالنا من الناس اللي نجيبوهم باش يكونوا آباء وأمهات صغارنا والأجيال الجاية، على خطر إذا الكلام هذا يطلع صحيح راهو ردوا بالكم شنو ينجم يكون مصير برشا وليدات صغار. ينجم يكون في الظاهر العناوين منمقة ومحلاها وينعاونوا الأولياء باش يربيوا صغارهم، أما فما مساجات فما رسائل تنجم تكون مبطنة من بعد ما تعرفش شنو تنجم تخلق عند الأولياء هذوما وكيفاش تنجم تتعدى لصغارهم. نعاود نطرح سؤال بريء ونخلي الناس تخمم فيه كيف ما يحبوا. هي دورة تكوينية في المستير، المنستير اللي فيها أغلب الجامعات متاع العلوم، الطب والهندسة والصيدلة وطب الأسنان، يعني عندها رمزية كبيرة علميا. نجيو اليوم نستدعيو فيها الشخص هذا الدكتور مع كل احترامنا ليه شريف طه يونس باش يحاضر في موضوع طفلي لا يحفظ، معناها ولدك كيف تلقى معاه صعوبة في التعلم، على خاطر هذه الدورة التكوينية ظهر لي كانوا معها دورات تكوينية أخرى في علاقة بصعوبات التعلم عند الأطفال. معناها احنا قاعدين ماشيين في ثنية صحيحة من الأول، نحبوا نتعلموا كيفاش نربيوا صغارنا ونكبروهم ونتجاوزوا الصعوبات اللي يلقاها ويتعلموا كيفاش يحفظوا. أما هل أنه تونس كاملة، ملايين السكان، آلاف المختصين ومئات الدكاترة، ما فيهم حتى واحد ينجم يقول لنا كيفاش نعلموا صغارنا يحفظوا؟ نخلي الناس تخمموا حدها. الدوسي هذا دوسينا لليوم اللي تلقاوه على الباج فيسبوك ديوان FM. حضمي عندها متعلق على الدوسي. تساؤل بريء فقط، فحوى الدورة التكوينية وموضوعها هي كيفاش ولدي يحفظ ويتعلم. سؤال من عرش حتى الحسن، هل السيد هذا مع كامل احتراماتنا ليه والدراسته والاختصاصه، هل السيد هذا يعرف اليوم تعليمنا التونسي شنو ناقصه وشنو فيه ولديتاي متاع التعليم، وعليش اليوم الطفل ماهوش قادر انه يحفظ؟ هل يعرف اليوم لي ماتيغ اللي تقراه للطفل
باش ما يوصلش يحفظ، هل يعرف الكرارس والكتب اللي حكينا عليهم وكما نقولوا نحن المعلومات اللي والوقت ولي ديتاي نتاع تعليمنا التونسي باش يوصل يعطي هو فورماسيون ولا دوره تكوينيه على كيفاش تتعامل مع صغيرك، هل يعرف لي ديتاي نتاع تعليمنا التونسي هو مع كامل احتراماتي كما قلت الاختصاص وتكوينه وشهاداته، لكن انك تعطي اليوم دوره تكوينيه للتعليم الاباء وامهات التوانسه المفروض انه من المستحسن يكون شخص تونسي مش على حاجه لكن لمعرفته بالتفاصيل نتاع البروجرام والتعليم والنقائص اليوم اللي يعاني منه تعليمنا التونسي، فما نشوفش جدوى قال الراجل من استضافه السيده ذايا كما قلنا مع كامل احترامتي ليه. هو الجدل القائم مش في علاقة بالمحتوى متاع الدورة بقدر ما شخص مئنة ولا التساؤل زيدة علاش نجيبوا شخص من برا وعليه بعض نقاط الاستفهام باش يعمل فورماسيون للي باران على حاجة تخص التعليم التونسي تخص الصغير كيفاش يتعلم وكيفاش يحفظ في الوقت اللي عنا كما قال في المستير عنا ما شاء الله من الكفاءات ونجيبوا شخص معناتها خليني ساكت محل نقطة استفهام اللي هذية ويعرف إيمان هو التفاصيل متاع البروغرام متاع علاش اليوم صغيرنا تونسي ماهوش قادر يحفظ، يعرف اللي صغيرنا يعاني من برشة ضغط متاع مواد متاع برشة كتب برشة كرارس الوقت ياسر طويل على التلميذة ماهوش قادر على التركيز، ما نتصورش كان يعرف لي ديتاي هذوما، دونك علاش اليوم تستضيفه وتجيبه وأكيد راهي الدولة نتصور صرف عليه وإلا حاجة بريفي هذايا حسن. لا هو بناء على استدعاء من جامعة الجمعيات هي اللي استضافت الشخص مازال اكيد مادام فما خاصة الفضاء لازم نقولوا معلومه اخرى ان وزاره التعليم العالي كانت هي زاده في تدوين لها على صفحتها على الفيسبوك كانت وضحت انه تم فتح تحقيق في علاقه بالموضوع هذايا واستدعاء الداعيه اللي نحكيوا عليه راهو نحترموا الناس الكل كيما قلنا مانيش نشكوا في خليني نقول نحكي على روحي نحترم الناس الكل دون استثناء الى ان يصدر ولا يتبين ما لا يقتضي الاحترام على خاطر الى حد الان احنا نعرفوه داعيه اسلامي قلنا معلومه بكل تحفظ الى اخره الكونتينو المحتوى نتاع الدوره التكوينيه ما نعرفوش اما انا طرحت سؤال علاش نجيبه في شخص من مصر كما قالت حذامي ما يعرفش تفاصيل اليومي خصوصية نظام التعليم التونسي وفي علاقة بالولاد الصغار في تونس كيفاش يعيش ونظام الحياة ونظام ونسق الحياة عند الأولياء إلى آخره باش ينجم يعمل تحليل منطقي من خلاله يلقى حلول على خطر أي المبدأ في أي دورة تكوينية أنك السيدة أي المبدأ أنه في أي دورة تكوينية باش يتم تشخيص لمشكلة معينة لصعوبة معينة وستقترح الحلول باش الشخص اللي يتكون عندك يتجاوز الصعوبة هذيك مهما كانت تجب تكون في التواصل في الاتصال في الفهم في كيفاش برشة الدورات التكوينية نعرفوها لكن هل أنه الشخص هذا مطلع على خصوصيات الطفل التونسي في البيئة والمجتمع التونسي باش ينجم يعمل التشخيص الصحيح اللي يبني عليه باش يعطي الحلول الصحيحة للآباء يا ذنوبي أما هاو الوزارة التعليم العالي قالت أنها ستفتح تحقيق ونستنيه كيما كل مرة نتيجة التحقيق لأنه يا ما تحقيقات ما تحلت ما تسكرتش يا ما تحقيقات قالوا أنها تحلت الله أعلم تحلت ولا ما تحلتش والله أعلم إذا تحلت سكرت